فيما دعا رئيس اتحاد صيادية الأسماك ظاهر لصويان الجهات الحكومية المعنية للاستجابة لمطالب الصيادين الضرورية للحفاظ على أسعار الأسماك، ومنها عودة الصيادين المقيمين العالقين في الخارج. أجرت كاميرا للأخبار جولة داخل سوق السمك للوقوف على وضع السوق هذه الأيام، فيما أكد بعض المرتدين وفرة الأسماك المستوردة مقابل شح الأسماك المحلية داعين الأجهزة الحكومية لمراقبة السوق. في المقابل قال عدد من الباعة إن قلة المنتج المحلي يعزى لعدم قدوم الصيادين من بلدانهم، مؤكدين في الوقت نفسه الالتزام بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة. السوق مليان أسماك أنواع وأشكال، بس السمك المحلي جدا نادر بالسوق أنا أشوفه، ولشديد الأسف بعض السماكين أو البياعين يقولون سمك كويتي وهو مو موجود، مو كويتي. يعني مثلا بعض الأسماك المتوفرة مثلا الزبيدي، تسأل واحد يقول لك كويتي، والثاني يقول لك لا مو كويتي هذا، والثالث يقول لك بنغالي. فإحنا كزباين ضايعين، المفروض وزارة التجارة يعني دير بالها علينا شوية بالنسبة لأصناف الأسماك سواء كان مستورد أو غير مستورد. الأسماك المستوردة غالبا كلها متوفرة، المحلي طبعا متوفر منه الروبيان والزبيدي والميت، بس الزبيدي طبعا شوية بقلة شوية. الأسعار في النازل مش في طالع، نازلة في بس ما فيش إقبال من الجمهور. ممكن عشان نص الشهر ما فيش معاشات، هي دايما بصفة دايمة في نص الشهر بقى السوق مريح. الزبيدي الكويتي، الهامور، يعني دي من النوعيات اللي هي برضو يعني تعتبر بينها قليلة شوية، بس بقى لها فترة مش من دلوقتي، ومؤثر عليها طبعا يعني نسبة كبيرة من الصيادين تعتبر واقفة حاليا. بالنسبة للأسعار دلوقتي دي ما عليهاش كلام، لأن التجارة محددة، تعتبر السعر من أول الأزمة تعتبر الأسعار كلها محددة.